أنسة، أنت واقفة مستنية حاجة؟ أنا؟ أي؟ ليه، في حاجة؟ لا أبداً، أصل وقفتك لوحدك كده مش ولا بد، يعني زي ما أنت شايفة الشعب فاضي والدنيا ليل، خطأ يعني، وإحنا في خدمة الشعب. طب خلاص يا عم أنا ماشي. الله الله، ولا أقولك كده عشان تفرشك ولا إيه؟ أنا قصدي يعني لو تحبي تيجي تستنيه معانا في العربية أهو، أمن وأدفى. نعم يا أخويا. تعالي تعالي بدل وقفتك لوحدك ونسينا في الأتاي. أتري إيدي كمان. عربية النجدة. يا ريت انت تروح على عربيه النجده بتاعتك دي، ومفيش داعي لخدمه الشعب دي خالص. ليه بس؟ الله، متعصبيه كده ليه؟ اخدمي نخدم. في ايه يا عم؟ ما تبعد عني، على فكره لو ما بعدتش عني هشتكيك لاقرب ظابط. لا جديده، خوفتيني، ومظبطه الظبابيط كمان. على فكره مفيش حد بيعرف يخدم الشعب ده كله الا الامناء. يا انسه، سندوتشات، انت ماشي ولا ايه؟ ايوه، اصل لقيتك اتاخرت فقلت اكيد مش هتيجي. اهو الزبون شرف. انت اللي خبطته؟ ايوه، لازم ما احضر. يا سيدي ما احضر بعدين، خلينا نلحق الولد دلوقتي. الله، ما انت عايز تسجني وخلاص. وانا مال الحكومه اللي تسجيلك. بقول لك افتح بقى. الله، افتح. وانا حلوة؟ حلوة؟ انتوا ما عندكوش مرايات في البيت ولا ايه؟ ده انت ست الحسن. اوحت ربنا، ده احنا في المحل مسميينك ست الحسن. الشيخة ده انت دوختيني والله. عارفة. عارفة بس ولا عارفة عجباك الدوخة اللي انا فيها؟ يعني قلت اشوف نفسك طويل ولا ايه؟ طويل ايه؟ ده انت قطعت نفسي. يا عم ولا قطعت ولا حاجة، ما انت زي القردة اهو. يا شيخة حرام عليك. وبعدين انت اسمك ايه؟ ريهام. لعلمك بقى انا سايب حاجه مهمه جدا عشان خاطر عيونك اللي جننوني دول. اوعى تكون مزوغ من الشغل. شغل ايه؟ حاجه اهم 100 مره. امال ايه يعني؟ الماتش. اه صحيح، انا برضو استغربت، انا قلت ازاي الواد مديكي ميعاد وقت الماتش وانت مالكش في الكوره ولا ايه؟ ماليش ازاي، ده انا ماليش غير في الكوره. امال ايه يعني؟ ازاي يعني؟ مين اهم، ست الحسن ولا الكوره؟ وبعدين بقى انا قلت يا واد اول ميعاد وكده، فنقي وقت مش زحمه عشان خاطر التوتر بقى والكسوف والحاجات دي يعني.
فاكرة أول مرة شفتك فيها؟ فاكرة. يومية كنت شغال الصبح بالصدفة. أنا أساساً بنزل محل بالليل عشان أنا عندي شغل تاني الصبح. فالواد زين قال لي إنك بتيجي كل يوم الصبح وكده. فاضطريت بقى إن أبدل شغل الصبح بشغل بالليل. هي جت علينا بخسارة بس مش مشكلة. شفتي بقى اللخبطة اللي أنت عملتها لي؟ شفت. وأنتي بتشتغلي؟ آه بدي حق. وانا بصراحه يعني بكره الحقن بصراحه، بس يعني لو الحقنه دي من ايدك اخد حقنه كل يوم والله العظيم دي هتبقى احلى حقنه في الدنيا. معاك بطاقه؟ ايوه معايا بطاقه. معاك كارنيه تامين؟ لا معيش كارنيه. في حد من اهله موجود؟ اصحابه موجودين بقى يعرفوا اهله فين، ممكن يجيبهم مش مشكله يعني. لا ما انا مش هقدر اعمل حاجه غير لما ابعت لك موظف يخلص لي الاجراءات دي. يعني ايه يعني هتجيبه يموت؟ وانا مالي انا اعمل لك ايه؟ الله يعني تعمل ايه ترى؟ بقول لك ايه، انت قدامك ساعه تخلص لي الحاجات دي ويكون الماتش خلص. الماتش خلص؟ يلا حضروا الولد، انا هعمل كمان ساعه كشف على المخ واشعه وسونار. مش على ايده دي، ممكن تكون مكسوره. الشراب عيب يا لهوي وهقول انا يا لهوي.